في سنة 94 كان فيه رؤيين، التجمع حول برنامج سياسي عام أو التوافق حول برنامج سياسي عام. الإخوان هم اللي انفرضوا برأي لوحدهم وقالوا لا يبقى برنامج ليبرالي هم والوفد، وبالتالي انتوا تصورتوا ان التوافق لا يتم الا على برنامج ليبرالي او برنامج سياسي ضيق، لكن النضال الوطني اكبر بكتير من البرنامج السياسي الضيق ده. انت كنت ايامها بتمثل ايه؟ انا كنت بمثل الشيوعيين. وبقيت دلوقتي فين؟ بتمثل ايه؟ بمثل لواحد لهم حق. ما هو لو انت لو كنت فالح ولا تنفع لاي حاجه كان زمانك عايز اقول بقيت زعيم، انما كل اللي انت بتقوله ده يؤهلك لانك تطلع بره التاريخ وتسكت ما تفتحش فوق تاني.